صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج ديربي وبداية أسبوع. نتمنى إن شاء الله تكون حلقاتنا في هذا الأسبوع جميلة وممتعة وتستمتعون في حلقتنا الأولى من خلال هذا الأسبوع بتواجد كوكبة من محللينا وضيوفنا اللي مشرفينا اليوم. على اليمين مدربنا الوطني كابتن محمد كرم، بجانبه اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي الكابتن مشاري جاسم، على اليسار اللاعب الدولي السابق وايضا المدرب الوطني والمحلل الرياضي اللي مبارك له ايضا او تحمد له بالسلامه بعد سفره قصيره الى لندن، نقول له الحمد لله على السلامه اخونا فرج لهيب. واخر الحضور حكمنا الدولي الكابتن علي طالب. اليوم عندنا بعض الامور التحكيميه راح نناقشها معاه ومع ضيوفنا ايضا، وبالتاكيد بعض الامور الرياضيه الاخرى اكيد لا راي فيها كونه رجل رياضي. حياكم الله جميعا ويا هلا ومرحبا فيكم، مساكم صباحكم الله بالخير ومشكورين على تواجدكم. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه، اكيد المواضيع يمكن اللي بنناقشها تجذب الساده المشاهدين وحابين ايضا يدلون بارائهم من خلال هذه الارقام اللي موجوده على الشاشه. ايضا الشكر لمتابعينا في تويتر وانستغرام، دائما ايضا نشكر كل من يتابعنا ويتواصل معنا ويضيفنا ايضا في سواء تويتر او انستغرام وفيسبوك او في الشبكه العنكبوتيه موقعنا الالكتروني. شكر لرعاتنا وداعمينا شركه كيو اي تريد ومطعم التسيم واخوي محمد النصار، شكرا جزيلا لك. اطياب المرشود اخوي وليد المرشود، عبد اللطيف الايوب شكرا جزيلا لكم. بني العميد اخوي صالح دشتي، اخوي مهند الصباغه ايضا شكرا جزيلا لكم. مطعم سيام يسطى اخوي سلطان العنزي شكرا جزيلا لك. ايضا ليمون لايم اخوي ابو حسن شكرا جزيلا لك. شكرا لشركه التون جرافيكس اخوي ايوب والاخوان اللي معاه مشكورين. شكرا لدير اندير اخوي محمد العنجري ومدام شاديه. واخيرا اخوي طواري مدلول وكيل جي بوفوزيوس في الكويت معرض بريمير سبورت. قبل لا ابدي خل اعزي اخونا العزيز المدرب الوطني في كره اليد كابتن خالد غلوم، فات شقيقته وطبعا هي ايضا قريبه لعضو مجلس اداره النادي العربي كابتن علي مندني، ايضا نعزي اخونا ابو عبد الله، وايضا قريبه نوعا ما الاخت الراحله من اخونا علي طالب، يعني شوي بعيد لكن يعني في صله قرابه بسيطه، فايضا نعزي اخونا كابتن علي طالب واسرته الكريمه. لابس اسود لا كحلي. شكر ايضا او خلينا نهنئ اخواننا في نادي الكويت، مجلس اداره، جهاز فني، اداري ولاعبين وجماهير لكره الطائره. اليوم فريق الكويت حصل على كاس السوبر الكويتي الاماراتي، فكره جديده طبقوها الاخوان. نشكر الاخوان في الاتحاد الاماراتي على هالبادره وتعاونهم مع الاخوان في الاتحاد الكويتي لكره الطائره وتطبيقهم هذه الفكره، وان شاء الله نشوفها في العاب اخرى، نشوفها في ايضا مع دول اخرى. نبارك الاخوان الفوز عن جداره واستحقاق وتحقيقهم لقب البطولة. قبل أبدي بالتأكيد كلنا اليوم كرياضيين وصل لنا خبر حلو، خبر مفرح، خبر أسعدنا كخليجيين. أنا دائما أقول إحنا كمنظمة خليجية أو أبناء هذه المنظمة الخليجية محسودين من دول أخرى، من أبناء دول أخرى سواء يعني عربية أو غير عربية، حتى دائما يحسدوننا شلون أنتوا على قلب واحد، شلون يعني مستمرة هالمنظمة هالفترة الطويلة. فالله الحمد اليوم الاستمرار مو عن فراغ، الاستمرار بفضل قيادة حكامنا وحكامنا قيادتهم حكيمة والله الحمد، وبفضل شعوب هذه المنطقة اللي تحرص دائما على وحدة هذه المنظمة ووحدة هذا الشعب. أنا بس بوريكم فيديوين وبعدين إن شاء الله سأعلق على الفيديوين وسنتطرق إلى هذا الخبر المفرح، خبر إعلان مشاركة كل المنتخبات الخليجية اليوم بعد إعلان الإخوان في الاتحاد البحريني لكرة القدم، الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إعلانهم الموافقة على المشاركة بعد تجديد الدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي للإخوان الأشقاء هناك للمشاركة في هذه البطولة. خلينا نشوف الفيديوين، هم يعني يتعلقون في هذا الموضوع، راح أعلق عليهم بعد ما نشوف. Thank you.
الفيديوين اعتقد يتكلمون عن نفسهم. فيديو سمو امير دوله قطر الشيخ تميم بن حمد وهو يوقف للسلام الملك البحريني، واثناء استضافه دوله قطر لبطوله اسيا المؤهله لتصفيات لاولمبياد طوكيو لكره اليد، الوقوف للسلام الملك البحريني، وايضا صفق كتحيه للسلام الملك البحريني. الفيديو الثاني وصول بعثه نادي السد القطري الى الرياض في المملكة العربية السعودية، وشون استقبلوهم بالورود واستقبلوهم بالضيافة المعروفة عن أهلنا في المملكة. اللي بوصله اليوم يعني مو غريبة لما نشوف موافقة الإخوان في الاتحادات الخليجية. أرجع وأقول هذا موضوع رياضي من بداية الاختلاف على مستوى السياسة، اختلاف في وجهات النظر هذا أمر طبيعي، وكنا نقول احنا كلنا ثقة في قادتنا وحكامنا بحل هذه او هذا الاختلاف حسب وجهه النظر اللي هم يشوفونها، لكن احنا كرياضيين ما لنا شغل في هذا الموضوع، والله الحمد كل المعطيات اللي تصير او المؤشرات قاعد تاكد كلامنا. خليجي 23 اللي صارت في الكويت باستضافه ابناء المنطقه وابناء الخليج، بعدها البطولات اللي صارت والاحداث اللي شفتوها من خلال هذا الفيديو الى ان وصلنا الى يومنا هذا. اليوم دلالة واضحة يعني الإخوان الرياضيين في هذه الدول ما كان يعنيهم الأمر بشكل كبير كثر ما يعنيهم أنهم عندهم ثقة بأن حكامنا وقادتنا عندهم القدرة على احتواء هذا الاختلاف. اليوم لما شفنا إخواننا في الرياض يستقبلون إخوانهم في 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 فريق السد بالورود أمر طبيعي، هذا طيبة أهل المملكة، هذا ديدن أهل المملكة، هذا طب أهل المملكة وأهل الخليج. مستحيل يجيك ضيف ما تستقبله وترحب فيه وتعطيه الورد. أيضا الأمر اللي شفناه من سمو أمير دولة قطر أمر طبيعي، اليوم دولة قطر رغم الاختلاف في وجهات النظر السياسية لكن أكثر من حدث رياضي استضافوه يرحبون في أشقائهم الرياضيين من الفرق السعودية أو البحرينية أو الإماراتية. اليوم وقوف سمو أمير دولة قطر للسلام الملك البحريني ها في دلالات كثيرة، في معطيات كثيرة، رسالة حب يوصلها الشيخ تميم ان هذا امر رياضي يبقى رياضي، احنا كسياسيين هذا امر اخر. فامر طبيعي نشوف الاخوان في دولة قطر اليوم فرحانين، يعني تصريحات اخونا خالد جاسم زميلنا الاعلامي البقية الاخرين، يعني اقول اخونا خالد كونه يمكن من الاعلاميين المشهورين، ترحيبهم بهذه المشاركة هذا دلالة انهم مستعدين وفرحين مثلنا احنا ان نبي مشاركة ابناء المنطقة، نبي مشاركة الخليج، وهذا الامر يعني علمونا عليه حكامنا وقادتنا، ومنهم ايضا مثل ما ذكرت سمو امير دولة قطر الشيخ تميم او الشيخ جوعان بن حمد رئيس الاولمبية القطرية. فانا ابختم وبترك المجال لاخوان الحديث في هذا الموضوع، بشكر قادتنا صراحة اللي عطوا بالتأكيد هذه الموافقة، كانت ايضا بالتأكيد لو ما في موافقة من قادتنا وحكامنا ما راح تصير هالمشاركه. فكل الشكر لخادم الحرمين الشريفين، شكر لسمو ولي عهده الامير محمد بن سلمان، شكر للشيخ خليفه بن زايد الله يطول في عمره، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي، ايضا الشكر لجلاله ملك مملكه البحرين الشيخ حميد بن خليفه ولي عهده، ايضا
الأمين، فكلهم مشكورين صراحة أن يمعتونا كخليجيين وعطيتوا الموافقة، وإن شاء الله إن شاء الله نفرح قريبا باحتواء الاختلاف السياسي البسيط بحكمة وحنكة قادتنا إن شاء الله. أبو علي إذا عندك تعليق. عندي تعليق، عندي تعليق وايد تعليق. تفضل. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. شوف طبعا شيء الخبر هذا أفرحنا أمانة، يعني إحنا نتكلم دائما نقول يعني حتى السياسيين على مستوى العالم اللي يصير دائما نقول هالكلام، يصير أي مشكلة يقول خل عندك روح رياضية، يعني الرياضة لها دور في هالأمور هذه. فأنا أعتقد أن هذا شيء مهم. أنا بقول لكم شغلة طبعا في علي أنا، يعني أنت الحمد لله أنا اشتركوا، لأن اللاعب يمكن هالسنة تلعب هالدورة ما تدري بعد سنة، لأنك الدورة كل سنتين ما تدري بعد سنتين تلعب ولا ما تلعب، ففرصته انه يلعب هالدوره. انه يعني انتم اللي قاعدين تسوونه لشعوبكم، ندري وانتم مع شعوبكم وتبون تسوون كل هالشيء لشعوبكم. انا اقول لكم واحد من الناس، انا ما لعب دوره خليج، شلون؟ يعني ما لعبت ولا دوره خليج، مو ما لعبت دوره خليج انه والله في مشكله شيء. شوف انا دوره خليج الرابعه موجود، لاعب منتخب ونادي، دوره الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، الثامنه، خمس دورات خليج ما لعبت في ولا واحدة. دائما في واحدة طبعا إصابة، وفي واحدة ودوا الفريق السابعة، ودوا المردي في الصغار كلش ودوهم اللي بعمان صارت، وثلاث دورات باجي أنا أعتذر ما ألعب، يعني مثل ما رضي قبل كأس العالم ما أبي ألعب، أترجع يعني ثلاث دورات أعتذرت. ليه اليوم متحسب إني ما لعبت دورة واحدة لو لعب مباراة واحدة؟ لان اللاعب الحين يعني ما انا اقول لك ليش ما تحس، اول لا اقول ما العب مستانس، لكن الحين قمت افكر اقول يا ريت لاعب دوره، انه كان عندي فرصه اني العب بس ما لعب، يعني ما لعب دوره. فاللاعب الحين فرصته انه يعني انتم الحين لو توافقون على المشاركه، شوفوا اللاعبين شلون مستانسين انه بيشاركون دوره الخليج، بيشاركون بدوره الخليج، وهو كلاعب فرصته انه يقدم. وتدري دوره الخليج اعلاميا انا اعتقد على مستوى العالم يمكن لها، يعني مو على مستوى العالم، قصدي اقول لك الاعلام يعني كانها دوره عالميه تصير لدول الخليج. صحيح. فاعتقد ان هذه فرصه ذهبيه ان اللاعبين يشاركون. احنا نشكر هذا، ودوله قطر صراحه يشكرون على موقفهم اللي مصرين لاخر يوم لاخر لحظه ان يشاركون دول الخليج. نعم. وهذا موقف يسجل لاخواننا في دوره قطر امانه، وأنا أشكر هذا، وأنا أقول فرصة للاعبين أن يبرزون في هالدورة هذا. بو يوسف. والله أبو سعود نفس ما قال أخوي الكبير أبو علي، فرحة صراحة، فرحة للشعوب الخليجية كافة. يعني الأمانة دائما نفس ما تعودنا الرياضة تجمع ما تفرق، يعني وعلى قولتهم تصلح ما يفسده السياسيون. نعم. يعني فشيء أفرحنا الأمانة، وبدت الأخبار أبو سعود مساء، أنا تابع تويتر قبل لا أي حتى أخبار، مع أنه مو مجالنا بس واحد يطرح لنا الموضوع مرتبط، حتى أخبار سياسية بدأت تطلع الحين من الإمارات. يعني في خبر ملفت صراحة من الإمارات أنه حتى القضية السياسية بإذن الله مكتوب أنه راح تنحل، يعني بوقت قياسي أن الناس مو متوقع. يعني فأختصر لك بسعود الأمانة فرحة، يعني فرحة، يعني حتى الشياب والحريمنا الكبار ترى يفرحون بهالشيء هذا، يعني ودائما يدعون حتى بصلاتهم يعني. طيب. وإن شاء الله الله يألف بين قلوبهم إن شاء الله. والله شوف سعود، يمكن ماكو رياضي او حتى يكون مو شرط انه يكون رياضي فرح بالخبر اللي شفناه ان المنتخبات الثلاثه راح ينضمون الى البطوله. كاس الخليج نفس ما قال بوعي لها طابعها خاص، لها اعلامها، لها جوها، لها يمكن بالنسبه حق الشارع الكويتي او حتى حق الخليج لا 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 وضع ثاني، يمكن حتى بروز اكثر لاعبين من خلال بطوله الخليج. نعم. فاعتقد انه اسعدنا الخبر هذا. الحين حسينا فعلا بطوله كاس الخليج رجعت مثل ما كانت في السابق. يمكن اقيمت بطوله كاس الخليج على اساس الوحده الخليجيه هذه، ان يكون كل المنتخبات تكون متواجده وحاضره. فنشكر كل من ساهم في عوده، نشكر قطر بالذات الامانه. نعم لها دور، لها دور كبير. نعم فالله يعطيهم العافيه على هالدعوه الجميله، و ان شاء الله نشوف. يمكن هم اضيف على كلام بيوسف، صحيح ان الرياضه تجمع، هذا 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 اللي يعني شفنا حصل، هذا 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 اللي تمناه الأمانة، مشاركه الثلاث منتخبات ان شاء الله. كابتن علي. والله يا ابو سعود اشوف انه بدايه طيبه حق حل الخلافات البسيطه الموجوده بين الدول. نعم. وتكون بدايه طيبه للرياضيين، تجمع رياضي، يشوفون بعض الاخوان، يقعدون مع بعض،
فأشوف أنا بداية طيبة إن شاء الله يعني حق الدول كلها. وأشكر دولة قطر على حرصها لآخر لحظة أنها جميع الدول تشارك، وأشكر الدول اللي شاركت، البحرين، السعودية، الإمارات شاركوا، حدث خليجي صحيح، حبي بين الإخوان. نعم. وهذا إن شاء الله مثل ما قلت لك يكون بداية خير الحل، خير حل جميع المشاكل إن شاء الله بينهم إن شاء الله. الله يوفق الجميع إن شاء الله إن شاء الله. خلنا ننتقل لموضوع آخر، بس قبل الموضوع الآخر خل أشكر أخوي صاحب حساب فارس نجد. أنا أمانة أشكرك الشكر الجزيل. يمكن خلال يومين الماضيين، إذا مخرجنا بس مشكور، مشكور يا أخوي فارس، خلال يومين الماضيين يعني عامل حملة لمتابعة حساب برنامج الديربي في تويتر. مشكور يا أخوي فارس، والشكر لكل من تفاعل مع هذه الحملة اللي قام فيها أخونا فارس نجد. وأمانة يعني أخجلتني صراحة، وأخجلوني من تفاعل معنا من أخواننا في هذه الحملة. أنت بالفعل يعني نك مالك فارس، بالفعل أنت فارس، وأشكر الفرسان والفارسات اللي أضافوا حساب برنامج الديربي وتفاعلوا مع الحملة اللي أنت عاملها. مشكور يا أخوي فارس، الله يعطيك العافية. أنتقل لي أول، وأدري يمكن الحين أشكر أخوي فارس راح يزعلون بعض من أنصار أخونا أبو لهيب، لكن أنا هذه كلمة الحق أقولها وما يهمني يزعل ما يزعل، كيف ما يشوف شر، أهم شيء إنه ما قصر باللي يعني يقومون مثل هذه الأمور. الله يعطي العافية. وأشوف لابس أصفر، يعني نوع من الأصفر، عناد على فرج رهيب. نروح حق أول تقرير في حلقتنا اليوم، التقرير الخاص بقرعتي كأس سمو الأمير وكأس سمو العهد، البطولتين الغاليتين. زميلنا فهد الصلال تابع القرعة وعد لنا التقرير. احنا بالنسبه لنا القادسيه نسعى للبطوله، فما يهمنا يعني من الفريق اللي راح يكون خصمك، راح نعتبر كل فريق ضدنا فريق قوي، فما راح نستهين في اي فريق. تقدير واحترام لكل الفرق، وتبقى هذه كره قدم، من يخلص ويعطي فيها داخل الملعب راح يكون له النصيب يعني في المباراه. فصدقني ما راح نستهين في اي مباراه، لا في كاس ولا عهد ولا كاس امير ولا الدوري، كل مباراه راح نخلص فيها بحيث أن نسعى إلى الفوز، وهذا مطلب لنادي القادسية وجماهير القادسية. أعتقد أن حظنا كنادي كاظمة يعني جيد، خصوصا أن راح نلتقي في مباراتين مهمتين، ولكن رغم ذلك يعني مواجهة النصر في بداية كأس سمو الأمير أكيد فرصة يعني متكافئة للفريقين، وفرصة جيدة لنا لكي نثبت نفسنا أمام نادي النصر متى ما تم تحديد موعد المباراة. هذا أولا. بالنسبة حق بطولة كأس ولي العهد، أعتقد أن وقوعنا أمام نادي برقان، نادي برقان ليس بالفريق السهل، قاعد يقدم مستويات جيدة، قاعد يقدم نتائج طيبة، فأعتقد أنه يجب علينا أن نأخذ المباراتين على محمل الجد. مشكور أخوي فهد. عموما قرعة كأس سمو الأمير نذكرها حق السادة المشاهدين، أوقعت القرعة، طبعا نظام القرعة مختلف شوي عن كأس سمو العهد، راح يعني أسأل الأخوان عن رأيهم. الكويت باي، صليبخات أمام الجهرة، خيطان أمام برقان، التضامن أمام العربي، كاظم أمام النصر، اليرموك أمام الشباب، الساحل أمام القادسية، وفيحل أمام السالمية. دور الثمانية القرعة عشوائية، راح تكون قرعة مختلفة طبعا بوجود نادي الكويت. بس هذه البداية اللي قلتهم دوري، ها
نظام دولي يعني لا خروج مغلوب خروج مغلوب كاس الامير حتى كاس الامير ها ثنتين خروج مغلوب دور الاربعه قرعه ايضا عشوائيه بين الفرق الاربعه وبعدين النهائي. اول شيء ابو علي انت كعرباوي شايف ان قرعه سهله نوعا ما لكم كعرباوي؟ لا لا مو سهله مو سهله امانه التضامن يعني اول شيء هذه مباراه كؤوس أمانة يعني ما في يمكن حتى بالدوريات البطولات الخارجية يمكن فريق درجة ثانية مو فريق مو متصدر هو يفوز بالبطولة فأعتقد المباراة صعبة مو أنا أقول صعبة لكن يعني ما نستهيني المفروض ما تستهيني بأي فريق ولا يعني تخاف من أي فريق المهم أن تكون تعدي تكون جدي في المباراة خاصة في المباراة اللي فيها خروج المغلوب يعني لعبة واحدة فلازم تكون جدي فيها اعتقد المباراه مو سهله طيب. خاصه فريقنا شوي في يمر في ظروف مباراه ما اقول انه مستحيله لكن مو سهله ابو يوسف القادسيه امام الساحل والله ابو سعود الساحل توه قبل فتره بسيطه متعادل معاك 1-1 يعني فما في وخصوصا مباراه طول ما انه خروج مغلوب صعبه خلاص صعبه لو اي فريق تباري مباراه صعبه جدا للامانه صعبه يعني. على القادسيه صعبه جدا ايش رايك بالقرعه بشكل عام؟ احنا لنا باي ايه فننتظر من الشباب حط رين على رين ايه مرتاح طليني لا بشكل عام مسعود اكيد هذا بالنسبه ما قالوا الشباب هذا خروج مغلوب ما في فرق كبير فريق صغير ممكن اي فريق صغير هاي فرصه فرق صغيره تلعب المباريات اللي فيها خروج مغلوب حتى لو مع فريق كبير ممكن يحرجه ممكن يطلع برا ويصعد الدور اللي بعده فاعتقد انه اذا تبيها بشكل عام مسعود حتى ايضا الادوار القادمه اللي القرعه العشوائيه ايضا ممتازه احنا اكثر الدول الخارجيه والبطولات الخارجيه دائما تكون الدور الثمانيه والدور 16 والدور الاربعه يكون فيه على قرع عشوائيه فاعتقد انه مبدئيا ممتاز لا في ابو لهيب في شغله بعدين ان المشكله الدوري ممكن في مجال تعوض صحيح هذه ما في مجال يعني باللعبه ما في مجال انك تعوض يعني اذا خسرت علي حتى الكويت حتى نادي الكويت يعني باي راح يصعد دور الثمانيه فاللي حتى اللي جايه معافى راح تصير قرعه فممكن تطيح مع فريق ايضا يكون قوي يعني صح نعم ابو حسين انت بشكل عام رايك بالقرعه هل تؤيد يعني حسب راي وجهه نظر الاخوان كل دور قرعته بروح ولا كنت تفضل نظام مجموعات نفس كاس امم العهد يعني القرعه معروفه والله يا ابو سعود انا اشوف السنه ان الاتحاد الكويتي غير نظام الدوره او البطوله عن السنوات اللي طافت قبل كان الدوري وكانت ذهاب واياب الحين سوى البطوله من خروج المغلوب مباراه واحده اشوف راح يصير فيها تنافس واشوف راح يصير فيها قوه ونديه اشوفها افضل ابو سعود حق الفرق يعني هذا وفي مجال حتى حق الفرق الصغيره يعني هذا مجال حق حتى الفرق الصغيره هذه مباراه لك واحده يعني تقدم فيها تفوز تتاهل حق المرحله اللي وراها نعم وبالنسبه لنظام بطوله كاس سمو الامير ان كل بطوله لها قرعه هذا انا راح يحق كاس الامير ما شفتها من القرعه بس ما تشوف شنو اني اشوف انه يعني اول مره اشوف انه كل دور لا قرعه يسوون له قرعه افضل والله ابو سعود افضل أفضل. لانك ما تعرف ايش اللي لك وايش اللي عليك طيب. تكون مستعد نروح حق قرعه كاس امم العهد القرعه اصبحت او يعني على مجموعتين القادسيه مجموعه والكويت مجموعه مجموعه القادسيه راح يلعب امام العربي والفائز منهم يلاقي الفائز من برقان وكاظمه بعدها طبعا الجاره والصبيخات فائز منهم راح يقابل الشباب والنصر الفائز من الشباب والنصر ويلتقون في قبل النهائي الكويت باي يقابل الفائز من لقاء التضامن واليرموك والساحل مع خيطان يقابل الفائز من فيحيل والسالميه نشوف ايضا يمكن فريقين او مباراتين تتكرر الجاره والصبيخات وفيحيل والسالمية في نفس البطولة كأس سمو الأمير وكأس سمو العهد ايش رايك ما راح صعب يعني مباراة القادسية لكن انا اعتقد ان العرب والعرب والقادسية ما لهم في مباراة واحدة بعد شدوا حيلكم من الحين زين ابو يوسف ايش رايك اللي يقول يعني في بعض الجماهير شاكة بالقرعة تقول الكويت ايش معنى مجموعتهم سهلة والله ابو سعود ما ايد انا ما ايد الامانه هالكلام بس ترى دائما لو تلاحظ والله لو ترجع حق التاريخ الفريق اللي يطيح مجموعه سهله بالغالب ترى يطلع دائما ترى بالغالب ما اقول لك دائما يعني بالغالب فريق اللي يطيح مجموعه سهله يا انه يطلع يا انه يخسر
دائما اللي يطلع اللي يبدي بالصعب يحسم البطوله. طبعا واضحه يعني اقصد غطيه شكوك ان القرعه سهله وهني صعبه. لمتى كذي بنعيش يعني بسعود؟ لا لا يبا هذيل هاتيك قاعد اقول لمتى انا قاعد اقول ما تكلم انت مو شايف القرعه انها سهله الكويت؟ سهله ما قلت لا سهله عندهم وعوده التفكير دائما شكوك ان ما حق القرعه يدزون واحد ويا خير يشوفون وين يدزون ويا مسافر موجود مسافر اشوى لو دازين كذا ضيعته مع البرازيل ممكن راح يتقابلون مع السالميه قبل نعم يعني صعدوا فريقين يتقابلون قوي يعني بس لا خلنا يعني شيل سالفه الشكوك يعني اني سهله ترى قرعه من النهايه ولهيب انا اقول لك صراحه نقطه اقول لازم حق القرعه تدز واحد ويها خير وين خير يعني لا انا مسافر قدم خير شو ترى هم بعد ترى لو بالمنطق ترى السالميه اليوم اقوى من كامل العربي هذا يعني, يعني لا لا انا قاعد انا 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 انقل لك وجهات النظر هذا دورنا اليوم حتى اللعبات اللي لعبت السالميه افضل من الجمهور ليش مثلا مستاء او زعلان يقول لك والله شوف الكويت تضامن يرموك ساحل خيطان فعيل بالنهايه بس يعني منطق يقول ان السالميه راح يصعد قبل النهائي منطق اكيد اي فاليوم السالميه ترى اصعب يعني في قبل النهائي اصعب من انك تقابل العربيه او كاف لا وانت شو الفايده تفوز بمجموعتك وتي اخر لعبه مع فريق قوي ما سويت شيء كانك لاعب من البدايه انا عندي قاعده بالكوس خصوصا في الامور هذه ما اعتقد انه ما في قوي حتى السالميه ممكن يخرج حتى الكويت ممكن يخرج ترى مباراه القادمه دام انها كاس صعب كل شيء صعب انت ايش رايك كابتن علي والله كنت اتمنى ابو سعود انه يسوون قرعه مثل كاس الامير افضل كل فريق دور يفوز تصعد الفرق الفايزه كلها وتسوي قرعه نفس الطريقه اللي بكاس الامير تكون افضل لا انت عارف من اللي بتقابله ولا تشكك بذمه فلان ولا ذمه احد هو السؤال قدامك عشان ترتاح القرعه بس سعود يعني صعب ان تشكك الناس كلها قاعده يعني مندوبين الانديه كلها صحيح. موجودين بتسوي قدامها لا التشكيك مرفوض انا ابو سعود السؤال ليش ما صارت نفس النظام ما ادري هذا نفس نظام كاس الوعد مثلا كاس الامير كنا نسوي العد احسن نفس النظام ليش هني غير وهني غير يعني شيء صراحه ما انا كمان نفسي ماني فاهمه والله هذا الامر ليش كاس الوعد نظام كاس الامير نظام ما ادري مستغرب الامانه انا يعني اقول لهم خليه دوري في احد اذا في احد يوضح لنا المعلومه هذه ليش يعني ما ادري هذا السؤال نوجه حق اخونا هملان الهملان فهد الهملان رئيس لجنه المسابقات الدكتور حامد الشيباني اخوي سعود موجود اي حامد بالخيمه قاعد بالخيمه حامد الشيباني موجود تلقاه قاعد يحب الدفع يعني لان حتى انا اقول حامد الشيباني هذا له دور في الكويت انه يطلعون بحفر غرق لانه صراحه الظاهر دعوته مستجاب ويدعي لهم الظاهر يدعي وايد دعوته صراحه شيباني قصير وقصير وقصير عموما هي يعني وجهه نظر الاخوان انا دائما اقول حلو انك تكون صريح مع الـ مع الـ مع الجمهور مع الـ مع الرياضيين عادي اقول والله هذا نظام كذي بسبب مثلا والله مثلا ما انا ما ادري شنو السبب صراحه اللي خلى البطولتين نظامهم مختلف لكن نقول يعني على الاقل هم يعطونا وجهه النظر عموما الاخوان اصدروا جدول مباريات كاس سمو العهد راح يكون يوم 25/12 البدايه بلقاء التضامن واليرموك والساحل وخيطان والفيحيل والسالميه يوم الخميس ستقام المباريات الاخرى مباراتين الساعه 7 مباراتين الساعه 4 القادسيه والعربي الساعه 7 والشباب والنصر والساعه 4 و5 برقان مع كاظمه والجهره مع الصيبيخات هذه مباريات كاس سمو ولي العهد الانطلاقه يوم 25/12 بتروح حق شيء بروح حق فاصل يعني عشان بس برد على الدزي وانا قلت لنا دوره الخليج انا ما يقول انت السادسه كنت وياهم انا صح السادسه كنت وياهم وكلنا طبعا جاسم وكل الفريق كنا كاملين احنا لان السادسه نقوا كذا لاعب اثنين ثلاثه يمكن محبوب والعنبري كم لاعب يلعبون واحنا رايحون لان بعد شهرين كاس العالم فانا كنا وياهم صح بس ما لعبنا كنوع من الدعم يمكن يعني ايه كنوع من الدعم يعني حتى شيرول كان سلموا الفريق مو لكارلوس شيرول مساعد حتى قعد وياي على اساس اني العب البطوله فانا اعتذرت نعم فعلا يعني هو عبال يقول له انت كنت موجود صح موجود انا بس ما لعبت نعم هذه اللي كانت ابو ظبي ابو سعود اللي ابو ظبي كان اي ابو ظبي وهم ما شاء الله اخذنا البطوله ايوه اخذنا البطوله عموما الاخوان في الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكره القدم على تويتر اعلنوا الان رسميا
طبعا قبلها ما كانوا معلنين رسمي الاخوان في الاتحاد السعودي، فقط الاتحاد الاماراتي والبحريني، لكن قبل لحظات قليله تقريبا قبل 5 دقائق بالضبط او 6 دقائق اعلن الاتحاد السعودي المشاركه رسميا، يعني طلع رسمي من جميع من جميع المنتخبات. فنشكر الاخوان مره اخرى في السعوديه والامارات والبحرين على المشاركه في هذه البطوله. قبل لا اروح للفاصل، بس هي مناشده للشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنه الاولمبيه القطريه، يمكن يعني والمفروض اناشد الشيخ حمد بن خليفه واخونا الاخوان في الاتحاد اتحاد كاس الخليج العربي، لكن الموضوع اعتقد شوي يحتاج تدخل من الشيخ جوعان. في بعض الاشخاص شيخ، اول شيء صبحك الله بالخير، بعض المشجعين الكويتيين يمكن خلينا نقول تفاعلوا مع دعوه اخونا خالد الفضلي ابو مرزوق في موضوع الاعلان اللي انحط بخصوص شراء تذاكر المباراه مع حجز التذكره على الخطوط الجويه القطريه، وتفاعلوا مع الموضوع وشروا بعد ما اصدر الجدول. مثل ما انت عارف صدر جدول خليجي 24، فبعض الجماهير الكويتيه شرت التذكره وشرت تذكره المباراه حسب ما نقل لي من بعض الجماهير، يعني حتى يمكن اذكر بالاسم اخونا سيمان السعيد واحد منهم، ما ادري اذا في بقيه او في جماهير اخرى. فاليوم مناشدتي لك طويل العمر شيخ جوعان ان تشوف حل حق هذا الموضوع، هل مثلا تبلغون الاخوان في الخطوط الجويه القطريه يتغير الحجز؟ لان تدري تغيير الحجز اكيد الان الجدول راح يتغير، اكيد مواعيد راح تتغير، يمكن الملعب يتغير، فتوجهون تعليماتكم ممكن إيه. فتوجهون تعليماتكم الاخوان في الخطوط الجويه القطريه مثلا يتساهلون في موضوع تغيير الحجز، اكيد الاخوان هم اخونا سليمان يمكن حاجز فندق هم يتساهلون معاه بخصوص حجز الفندق، تذكره المباراه ايضا يتم تغييرها. اتمنى يعني تصدر تعليماتك في هذا الموضوع للاخوان في الاتحاد القطري، وانا كل ثقه ايضا ان شاء الله بالشيخ حمد بن خليفه رئيس الاتحاد القطري هو يحل هذا الموضوع، كان هو رئيس اتحاد كاس الخليج العربي وهو ايضا من مسؤولين. ايضا لا انسى اخوي ابو سعود عبد العزيز المهندي ايضا رئيس اللجنه المنظمه، ابو عبد العزيز سعود المهندي ايضا اكيد له دور، فاتمنى يتعاونون فيما بينهم في حل هذه المشكله اللي احد الاخوان اعتقد يمكن 2 3 منهم او اكثر هم عايشين نفس هذه المشكله، وكلنا ثقه ان شاء الله تحلون هذه المشكله لبعض الجماهير الكويتيه اللي صار لها الموقف. وحل مشكله اللوبي بعد يقول لهم اللوبي ما يدرب اللوبي ان شاء الله ما يقصر اي ما يقصر او بالنهايه ان شاء الله ما يقصرون ما يقصرون دائما هم راعين واجب برنامج او بالنهايه اخونا خالد فضلي ابو مرزوق انت تتكفل بحل هالمشكله وتعويضهم. نروح لفاصل وبعدها سنوات. حياكم الله ويانا. انا يعني بطلع شويه ما على استاذ من الاخوان، لكن هو موضوع شويه في جزء من الرياضه، ما ابي اترك المجال للاخوان يعلقون عشان ما ابي اتشعب في الموضوع عشان لا يصير برنامجنا سياسي، لكن احد الاخوان تو ما ابي اقول اسمه دز لي تغريده منشوره في جريده رسميه، هي جريده الجريده. انا صراحه شدني في الموضوع، خل يعني ما ابي اتطرق لاكثر من 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 جانب، لكن اذا كانت هذه التغريده بالفعل لنائب في مجلس الامه يمثلنا احنا كشعب ونطلب منه ان يحافظ على بلدنا ويحمي ديرتنا من الفساد ومن الامور اللي تحصل، يعني تخيلوا شنو كاتب. انا ما ادري اذا الاستاذ عوده الرويعي يوصلوا له هالعتب من رياضيين، يعني من رياضي انا 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 يقول دولة الفساد افضل من اللا دولة. يعني اليوم اتكلم على مستوى الرياضة، يعني لو في فساد بالرياضة عادي ما يخالف نمشي الحال، بس اهم شيء انه والله ما في دولة، ما في دولة معقولة استاذ عودة؟ هذا تصريح من رجل لازم يحمينا من الفساد ويحمي ديرتنا من الفساد، معقولة؟ يعني عادي احنا كرياضيين يلا ناس تبوق
مثلا من فلوس ميزانية الدولة للرياضة، ناس والله خلت تفسد في الملاعب وتفسد في المنشآت وتفسد في منتخباتنا، يلا بس أهم شيء إن الدولة موجودة. هل هذا منطق عيال أستاذ عودة وأنت رجل تمثل الأمة؟ أنا ما أبي يعني أكسو أكثر على الكلام، لأن هذا كلام موجود حاليا في تغريدة، بس ما سمعته منك بصراحة بذني ولا شفته عشان أطول بالحكي في هذا الموضوع وأترك المجال للإخوان. لكن أنا حس في خاطري صراحة أن هذا تصريح يطلع من نائب إحنا من مرشحينه كشعب إنه يحمي ديرتنا من الفساد، معقولة؟ عموما خروا حق اتصالات من بعض الإخوان، أتمنى يحطوا الأرقام بس وندخل اتصالات مشاهدينا. معنا اختنا اللي دائما يعني تراسلنا ودائما دزلنا شعر صراحة، ودائما تبدع صراحة ما شاء الله عليها، اختنا خلود البراري. حياك الله يا اخت خلود، صباح الخير. من ذوقك من ذوقك اخوي عزيز، وبداية الحمد لله على سلامة ابونا الخالي صباح الأحمد، وسلامة تامة ان شاء الله لابو مشعل طلال الفهد، وهني نفسي وكل خليجي على عودة علاقتنا بإذن الله إن شاء الله تظل ونظل أهل عزوة وكيان لا يفرقهم من كان إن شاء الله. بصراحة هذه القصيدة أنا كتبتها أول الخلاف، وكنت جدا متفائلة إن علاقتنا ما يعني ما تنفصل، الخليج إحنا مع بعض. فيليتني بس أسمعكم ياها. تفضل. قلت متوحدين وستة دول للحين، متوحدين وستة دول للحين، حنا وطن واحد عطاء ما لحد، ما بيننا جاحد، نبقى لبعضنا مخلصين، ما يفرحون الشامتين، متوحدين متوحدين، فخر الرجال يبادر اليوم وسعة، وصباح الأحمد لا سعة، فتح طريق أرض التقنى في تباشيره سعة، يلا نبي نفعت أطر صوت الخليج، متوحدين ما يفرحون الشامتين، دين ووطن وإنجاز وأفعال معروفة، ولا العدو ينجاز ألعابه مكشوفة، حنا السياسة والثقافة والأدب، حنا الرياضة والأمانة والسلام، حنا الطموحات الأبية والذهب، حنا التطور والسيادة يا كرام، من جانا في الحيلة نوريها العجب، عزم بتكاتفنا ورياضتنا تقام، يلي تثيرون الفتن بلا سبب، حنا جمعنا الدم شفيد الكلام، عز الخليج العربي يبقى قصب، وللدين للتاريخ للمجد احترام، ما همنا منه زعل ولا غضب، متوحدين ولا قبلنا الانقسام، متوحدين متوحدين وستة دول للحين. سلامتكم خوي. صح لسانك، صح لسانك. مشكورة أستاذة خلود، والله إن شاء الله يعني يديم هذه النعمة، نعمة الأمن والأمان على دولنا إن شاء الله. صح لسانك مرة ثانية، ودائما يعني تبدعين صراحة ما شاء الله بهالكلمات. شكرا لك، شكرا لك يا أستاذة خلود. أخوي فريد صبحك الله بالخير. صب عليك يا أبو سعود وعلى ضيوفك المحترمين، حياك الله. أبو سعود أنت صراحة أنت غدوة حق الإعلام الرياضي، والدليل عدم حجب أحد الاتصالات التي تلقيتها خلال الأسبوع الماضي من أحد المتصلين من خارج الكويت، والذي تمادى في الهجوم عليك، وكانت لديك الشجاعة أن يستمر بالحديث وتعطي وقته طبعا، وهذا بالذات يعني صراحة لم نتعود عليه في الإعلام الآخر. هاي شغلة. شغلة ثانية أبو سعود، حلاوة دورات الخليج ومشاركة جميع المنتخبات. صحيح. وبعدين أنا أستغرب مقاطعة بعض المنتخبات لدورة قطر فيما أنديتها كانت تلعب بالبطولة الآسيوية في قطر قبل أيام. هاي شغلة. الشغلة الثانية، كان المفترض أن يبلغون قطر قبل فترة عشان الحجوزات والأمور وكذا، يعني وسائل النقل والأمور وكذا، عشان تكون مثلا الدولة المضيفة حق دورة الخليج يعني يكون عندها علم بدول وكذا. يعني ما أعتقد قبل أسبوع كذي أو كذا الله راح نشارك. يعطيكم العافيه. مشكور يا اخوي فرج. يعني بالعكس، اول شيء مشكور على الاشاده فيني، اتمنى اكون قدها، لكن النقطه الثانيه بالعكس احنا المفروض نفرح لهذا الامر ونستانس
سواء قبل ان شاء الله لو قبل البطوله بيوم. الاخوان ترى في قطر مثل تقول اتصل متاخر ما شنو احسن ما توصل كل... نعم إيه شو صارت انت قلتها بس عدل ولا غلط ما يعرفه الفكره صح الفكره صح واضح المثل معروف لا يعني يعني الحمد لله انه يعني ردش يرد وحتى لو متاخرا خيرا من الا تصل اي عدل احسنت استفيد مني يا ودائما اقول لك استفيد مني استفيد مني استفيد لك والله انا 20 العمر ما بقى في شيء استفيد مني بعد عمر طويل ان شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه طولة العمر تستفيد مني اكثر واكثر ان شاء الله لازم يقط واحده لازم 20 سنه ويا ليه ما استفدت ولا شيء كلهم استفيد مني ومثل ما قال ابو علي بالعكس هذه ترى بادره طيبه وانا ارجع اقول لك ترى الاخوان في قطر مستعدين دائما لو ان شاء الله قبل البطوله ترى بيوم قول لهم باكر البطوله عندكم ما شاء الله دوله جاهزه على تم استعداد لاستضافه اكبر الاحداث مو بس كاس الخليج. خلينا نروح حق موضوعنا اللي اثار جدل خلال الجوله الماضيه موضوع القرارات التحكيميه خاصه في مباراه العربي والكويت وبعض الامور الاخرى. يمكن لحسن الحظ ان الاربعه خل علي طالب اساسا كحكم مو موجود كان الثلاثة ما كانوا موجودين في الحلقة اللي ناقشنا فيها مباراة العربي والكويت والأمور اللي حصلتها وحتى المباريات الأخرى لا مشاري ولا أبو علي ولا حتى أيضا كابتن فرج. فاليوم راح نناقش هذه القرارات التحكيمية اللي يعني البعض كان مثار جدل عند البعض. خلينا نشوف الحالة الأولى في مباراة العربي والكويت عفوا مو مباراة العربي والكويت الحالة الأولى هي مباراة اليرموك والساحل نشوفها مع كابتن علي ومع الأخوان أيضا ومع مشاهدينا نشوف شنو رأي كابتن علي طالب في هذه الحالة. هذه مباراة عفوا اليرموك والساحل مو العربي والكويت عشان أكون الصورة حسبها ركلة جزاء هني الحكم. كابتن علي إيش رأيك؟ هذا الساحل ركلة جزاء هذا الساحل الساحل دخل اللاعب شوف على على المهاجم لمسري من تحت احتكاك يعني قرار سليم كان قرار سليم للحكم سعد الفضل نعم قرار سليم احتكاك الريل بالريل من تحت بسعود حطها بلنتي حاش ريله من تحت ابو علي شوف من تحت لما نزلت ريله من فوق للحين ما في ولا شيء دخول اللاعب بتهور بسعود ماكو لاعب يدخل يرفع ركبته للطريق زين يعني شوف بسعود شوف تحت وين يتطلب منه يرجع الفار لازم لان القرار هني يقول لك في احتكاك ما في احتكاك متاكد منه يبون الحكم يتاكد وهو ياخذ قرار لان بالنهايه القرار راجع انا اقصد اذا الفار قالوا له هم قرارك صحيح قرار صحيح يكمل ما يروح يشوف ما يروح الفار ما يروح الا اذا قالوا اذا شاكين لا تعال شوف انت احسن لا هني الحكم يروح ياخذ القرار انت ابو علي شو تقول؟ بلنتي بلنتي نروح القرار التحكيم الثاني اللي اخترناه نناقشه مع الشباب اللي موجودين هذه اعتبرها تمثيل كابتن علي وعطى كرت اصفر حق تيتي نفس المباراة بس ابو علي ما فيها ولا شيء اللاعب مثل بس مثل اي نعم مثل اخذت العرض ثاني مره ما يحتاج انه يرجع لا لا شوف بس ما جاس ولا شيء بس ما تمثيل قرار صار من الحكم اتلقى من لاعب التمثيل والتحايل اللي حصل على ركله جزاء فرج لا تمثيل تمثيل ابو علي واضح ابو يوسف الحين صحيح الموضوع تمثيل طيب نروح القرار التحكيمي الثالث احنا نتكلم عن قرارات الجولة المنصرمة هني الحكم احتسب ركلة جزاء اي نعم وبعدين رجع للفار كابتن علي ولغى القرار انت ايش رايك قرار صحيح وشجاع من الحكم كان فيها ظلم على الفريق لانه ما في احتكاك بسعود ما في احتكاك شوف الكرة ما في احتكاك ولا عمل لا 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 ما عدوها شوف ابو علي شوف ابو علي ما في احتكاك على الكرة على الكرة ابو علي على الكرة ولا لمسه ولا شيء صحيح يعني قرار الفار للامانه كان منصف بهالمباراه ايه نشوف كان كان وقت حساس دقيقه توقع 92 و93 شوف ما في احتكاك هو حاش الكره حاش الكره ولا بس حاش اللاعب حتى لو حاش اللاعب ما شغل انا الكره يعني شيء انه شال الكره كره دام دخولي على الكره اي شيء عاد ثاني عاد مو تهور ولا شيء احتكاك زين بس يمكن اللاعب لو مو طايح كابتن علي ياخذ الكره مو شرط لا مو شرط بس شلون مو شرط يعني اذا يعني انت الحين شال الكره بس الكره ما طلعت برا اوت فاهم قصدي بس انا كحقي كمدافع اني اقطع منك الكره اوكي قطع الكره اي نعم لو لامسها المهاجم يعني اقطع الكره واطق اللاعب عادي لا ابو سعود احنا نقول قطع الكره دخول المدافع على الكره نفسها شو ابو سعود شو مدريلا اول شيء شنو قصدي يا جماعه مدريلا قدامه اخذ الكره وين راحت الكره تغير راح تغير اتجاهها انا فاهمك
هل راح يقدر ياخذها اللاعب ولا لا؟ لا ما يقدر ياخذها، بس في وراء مدافع، في الحارس واقف قدامه. ابو سعود قصدك لو مو طايح يقدر ياخذها؟ إيه؟ اكيد يكمل. يقدر ياخذها، يقدر ياخذها ويكمل. بس هو عاقني. اي لا انا اتوقع انه لا ابو سعود مو كذي. زين ابو سعود انه يبي البلنتي اللاعب، وهذا ترى تحصل يعني لا. ايه فرج، وخصوصا المهاجمين بعد مرات انت تدري انه بلنتي بطاله هو قصده. انا ادري فاهم قصده. اللقطه اللي قبل شوي الانفراد المهاجم الصريح اكون انت منفرد والجول قدامك ما تقدر تعدي. شوف هذا تيتي هو طيح روح، هذه الطريقه انت تاخذ بسهوله من طيح روح. اذا قام تاخذ ديك لا اقصد لو مو لو مو طايح لو مو طايح لو مو طايح كمل بالكره غير ايه كمل ما فيها شيء عادي كمل حطها فاهمين مو فاهم طلع الكره المدافع صح اوكي وطاح المهاجم بس طيح المدافع قصد انه بعد الاحتكاك بعد ما قطع الكره صار في احتكاك صار في احتكاك احتكاك قانوني ما في ولا شيء ابو سعود اوكي لا يوجد طيب. في اي مخالفه ابو سعود نروح القرار تحكيمي في مباراه اخرى غير مباراه الساحل واليرموك بننتقل لمباراه الشباب والتضامن هذه شويه كابتن كان فيها جدل لان حكم سعودي اعتقد شكري الحنفوش هني ما حسب ركله جزاء ولا راح الفار ترى ركله جزاء ابو سعود هذا ركله جزاء انا ترى قريب الحكم قريب يعني موقعه ممتاز والرؤيه لا واضحه 100% زين معقوله حتى الفار قالوا هم مو بنالتي والله ابو سعود انا ما ادري ايش اللي دار بين وبين الفار يمكن هو قال لهم انا شايفها انا قريب لان في حكام ابو سعود لما يكون قريب من الحدث يقول ما يحتاج ارجع للفار بس يمكن كابتن علي شوف ابو سعود حاطين الفار كويتيين صح اي نعم حكام كويتي يعني انا اتوقع يمكن قالوا ما دام حكم سعودي وحكم خارجي لا 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 قال مو بنالتي انا اقول له بنالتي لا لا ما يصير لا ابو سعود لا ما يصير هالحب انا اتوقع عم تفكير لا لا ما لا لا ما اعتقد بسعود لا دام انت قاعد على الفار تعطي كل ما قالوا له انه بنالتي اتوقع يمكن قالوا سعود اتوقع انا اتوقع يعني بس احنا ما كنا ما سمعنا شنو قايلين مطالب اتوقع ما حسبها الحكم لان لما انكسر لا المهاجم لا شوف ثابته ريل الدفاع ثابته لان المدافع ثابته بالارض نعم ثابته بالارض فراح للمهاجم وهو اللي راح له حط يمكن عشان شيء المشي المدافع لما حط ريله قطع الكره لا لا ثابته ما يقدر يشيلها لا يقدر يشيلها ما يقدر انت الحين مديت ريلك ارتكاز لما ترتكز ما يقدر تشيلها زين انت الحين لما مديت ريلك ما قدرت تسحبها ثاني مره لا يعني اذا مرتكز عليها لا ما اقدر خلاص انا مو ذنبي انا مدافع انا مو ذنبي يتعور اصلا المدافع يتعور انا مو ذنبي انت كذا حرمتني من كره او هجمه وتحقق منها هدف لا شوف انا فاهمك حاط ريلك بس زين هو شنو حسبها تمثيل ما حسبها شيء ولا شيء لا ادري يعني انت الحين استمرار اللعب وشو كحكم شكر الحنفوش شنو حسبه ولا شيء استمرار اللعب استمرار اللعب يعني مو لا تمثيل لا ولا تمثيل ولا ركله جزاء استمرار اللعب انا اشوف قرار غير موفق من الحكم انت ايش تقول بقى انا اشوفه مو بلنتي مو بلنتي لا بو يوسف والله ما انا يعني أنا ملاحظه فرج انا معاه ريل المدافع ثابته ما يقدر يشيلها ان شاء الله يتعور اصلا اروح ومختلفين معاك شباب ترى لا حقهم بس ابو سعود احنا بالقانون انت كمدافع او كمهاجم مو ذنبي مثل لما اللاعب يطيح تلمس الكره بيدك او تعمل تفتح ايدك انا مو ذنبي طيب تعطيني حقي اروح للقادسيه والساميه تركي الخضير كان الحكم السعودي امانه يعني ادارها باقتدار الا هذه اللقطه كان فيها جدل نوعا ما خلى القدساويه شويه يحتجون وان كان البعض يرى بان ما فيها شيء لا وجود اي مخالفه ابو سعود الا قيام المدافع برمي نفسه امام المدافع المهاجم امام المدافع زي. يعني انت شايف الكره شوف الكره منه كان اعطى انذار على الاقل مثل تمثيل ليش ما اعطى انذار ما ادري انت من ساعه تقول نفس الحاله الحين ما ادري شنو الحكام السعودي عندهم يختلف بالدوري ما ادري ابو سعود انت ايش تقول فرج انا اقول ما فيها شيء شوف شوف ما في شيء ولقط نفسه شوف ابو يوسف والله انا متحسف انا كان ودي بهاللقطه يكون بدر على الاقل يعرف يخلق البلنتي فيها صح والله ما يتلحق صوماليا لا في تحريله بطريقه ما عرف ما عرف يعني يبي يروح كانت فرصه والله انه ياخذ فيها بلنتي نروح للمباراه اللي يعني شوي فيها جدل مباراه العرب والكويت واعتقد هذه راح يعني تثير جدل شويه واثارت جدل نبدا بركله الجزاء اللي احتسبها الحكم كابتن علي ركله الجزاء صحيحه ابو سعود صحيح وقوع المخالفه على خط ال 18 وخط ال 18 يعتبر من منطقه 18 كامله ويقول شوف الاحتكاك وين صار داخل يقولون زلق سامي حتى زلق هني صار في احتكاك بين المدافع والمهاجم ولا ما صار انت ايش تشوفه احتكاك بين المدافع والمهاجم المدافع منع المهاجم الاستمرار بالكره انا ابو سعود اقول ضربة جزاء وبرافو على الفار شوف ابو سعود بيلف قطع الكره المدافع حط ايده برافو سالك ترى لا لا حط ايده شوف حط ايده ابو سعود وبعدين برافو على الفار ابو سعود انه عشان التاكيد انها داخل ولا مو داخل طيب انت ايش تقول وائل مو بلنتي مو بلنتي
والله انا اقول مع ابو علي يعني ممكن ترى في حكام يحسبونها وممكن ما يحسبونها، لان انا الاحظ ناس ما قال يعني اوكي حط ايد المدافع، لكن ترى سامي الصانع زالق بعد اختل توازنه مع الكسره. زين نروح للقرار التحكيمي الثاني في هذه المباراه. هني الحكم بطير. لا 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 ابو علي ما فيها شيء، ما فيها شيء ابو علي. هل انت بطير هذه كابتن علي؟ ركله جزاء ابو سعود غير مكتسبه لفريق نادي العربي، قيام المدافع بدفع المهاجم بطريقه مبالغ فيها يعني في احتكاك جسدي معاك في بين لاعب ولاعب، بس تستعمل كامل ايدك تدز اللاعب مخالفه هذه ابو سعود. الحين تعال علي في القانون لاحظوا سؤال حقي علي. الحين حتى الكف ما في، لا ما في القانون ما في يعني اعطيك حتى الكتف قبل انتم ابو علي ما تركضون مدز اللاعب ولا شيء تمشي احتكاك الحين. لا ما في، لا لا الكتف القانوني اللي لا ما في خلاص ما في كتف قانوني، هذا مو مستعمل كتف، مستعمل كامل ايده دفع اللاعب. زين والسؤال ليش ما، هل الفار اقتنع بكلام ايضا علي؟ لا لا ما راح حق الفار، ما راح هو هذيك يعني اللقطه الاولى مالت سامي الفار كلم قال له بنلت، قال علي حسبها برا، الفار قال لا تعال المخالفه داخل. هني الفار قالوا انه ما فيها شيء، ما ما في فار، بلا في موجود، لا ما في لعبه الكويت العربي بلا في يا ابو علي، ما في يطول حسب بلنتي، شلون حسب بلنتي؟ ما حسب بلا حسب بلنتي، بس بلنتي يابا سامي صانع يا جماعه. سعد الفضل استفسر، سعد الفضل يستفسر، سعد الفضل كان سعد الفضل على الفار، الفار البلنتي، البلنتي سامي الصانع راح الفار وشافه وحسبها داخل. سعد الفضل كان موجود على الفار ابو علي، تاكد انت من ابو علي؟ والله ابو سعود بلنتي النادي العربي طلع بيان، طلع بيان في في, في, في احدى القنوات حطوها وقالوا ترى مو بلنتي اي قناه الكاس او تبقى قناه الكاس تبقى نعم برنامج الحكم قالوا بلنتي مشكله فرعي ما فيها شيء. سامي نزل لاعب من ظهره بعيد طول بعمرك، لا تحصل مرات امشالي لما تكون كره طويله بيني وبينك وانا المهاجم وانت المدافع حطيتها مالت الكويت. ليش قلت بنالتي مالت الكويت؟ لان كانت مالت الكويت البلنتي سامي الصانع بلنتي داخل كانت. لا ادري شفتها، شفتها ادري ادري. انت شنو شنو السبب انك قلت بنالتي؟ انه شنو؟ انه اعاقه صح؟ اعاقه اي اعاقه المدافع، هذه اعاقه ولا مو اعاقه؟ مالت فيصل عجب؟ ايه انا اشوفها لا مو اعاقه. لا بس بس تحصل مرات ما يكون انا مهاجم ومشاري غير مدافع طال عمرك اركض معاه. لا لا لما تركض معاي انا يحجزني تطلع كره برا لما انا مع ظهري. لا لا احب اقول ما سوى شيء ابو سعود، لا ما سوى شيء كذب علي، بيده سوى بيده. زين انا بسالك سؤال، الكره مكانها ميت ولا لا؟ رايح الكرة برا. نعم. إذا أنت كمدافع راكض وراء المهاجم الكرة رايحة. ليش؟ ليش؟ أمن نفسي. أمن. لا بس لا تأمن غير لا تدفع الكرة، لا تدفع اللاعب ولا تسحبه ولا تمسكه، تصير مخالفة صريحة. طيب. هني قام دفع اللاعب بالكامل. أوكي. نروح لقرار تحكيمي آخر في هذه ما حسبها شيء. ما فيها شيء أبو سعود. شو تقول كابتن علي؟ ما فيها شيء أبو سعود. ما فيها شيء. فرج. عشان اكون منصف لان ايده لا بس ما ما المساعدة بس ايده بركات ما جاس شوفه ما جاس عدل ايده كانت عاديه يعني مطق ما فيها ابو علي فاول فاول ما فيها شيء اللاعب متوقع ورايح قبل ايه ما فيها شيء بعدين ايده ما وصلت لوجه اللاعب كره عاديه طيب. وبعدين هي فاول بعد برا حتى لو بتنحسب زين نروح لاخر حاله حاله جمعه سعيد عند انذار وقالوا ان هذا المفروض انذار ثاني نعم. بعض قال لا ما فيها شيء حركه طبيعيه هو دائما يستخدم ايده، البعض الاخر قال لازم طرد مباشر لانه استخدم الضرب. انت شو تقول؟ جمعه سعيد مصر على ارتكاب المخالفه، كان مثبت ايده لفتره زمنيه، انت حسب ايش كثر بالثواني تاخذ، حاط ايده تم حاط ايده وقام ودز اللاعب. هني انا كحكم صفرت فاول صحيح، كان ناقص القرار الاداري تعطي كرت اصفر عنده ما عنده، انا قصدي ان الحاله تستوجب القرار بس مو طرد مباشر. لا لا مو طرد مباشر، لا لا هذه اعلى درجات تهور تصير بسعود الكرت الاصفر تاخذ. نعم كان المفروض يصفر قرار فني صحيح، ناقص القرار الاداري استخدام اليد انذار. كابتن فرج لا يستحق انذار وطرد، اذا كان عنده اصفر يستحق عليه انذار. ابو علي انذار وطرد. والله انا عندي تعليق بس بسيط باختصار، هذا اللاعب الامانه يعني متهور وهذه اخطاء متكرره ترى كل موسم موسم بعد موسم، ويعني كثير ترى من الاخطاء لو تلاحظ يستخدم ايده يعني هذه انت
هذا تلوم فيه الاخ علي طالب كابتن تحكي لو موجود علي وايد استخدم ايده وايد استخدم ايده علي طالب ولا مره اعطى جمعه سعيد ذا صح؟ لا انذرته وايد حط لنا لقطات قديمه خلينا نشوف سعود انا بتكلم عن الموضوع وايد تكلموا عن جمعه سعيد ابو يوسف انت قاعد تتكلم على جمعه سعيد انه وايد يكرر هالشيء وايد الامانه اخطاء متهوره سواء هذا الخطا وغيره حلو اكثر الاخوان يتكلمون انه ليش مو نادي الكويت عاقبه عاقبه على شنو انا عاقبه على شنو داخل ملعب حكم يطرده وانتهى الموضوع نادي الكويت عاقبه ممكن سلوكيا اذا في شيء سلوكي إيه؟ اما هذا الخطا لا ما له علاقه نادي الكويت عاقبه عقابه ابو يوسف اذا في شيء سلوك يخص السلوك ممكن نادي الكويت احد يطالبه يقول لا والله سلوكيا واسم نادي الكويت لازم تعاقب اللاعب اما نفس الخطا لا عاقبه ك ك ك ك ك يعني جهاز عقاب اداري اداري مثلا إداري نعم. او خصم مادي او شيء نعم لكن يكرر ما يكرر يعني هذا مشكله الحكم داخل انت اطرد فوق نفسك انا اتكلم كحكم انا اتكلم ما اتكلم عن نادي الكويت اتكلم كحكم الامانه لا الاخوان لا هو يقول ان في ناس وايد يتكلموا لا والله لازم يتوقف هذا مو بعض الامور عبد العزيز يبقى رايهم لكن انا اتكلم كاخطاء لاعب متهور الامانه يعني نعم لاعب متهور الحكم الحكم انت اطرد هني وخلاص ما ادري يعني هل الهيبه مالته الجسم ولا ليش يعني هل يعني انا اسالك كابتن علي يعني هل الجسم لا لا كابتن هو يعني ممكن مع مرات يسبب لكم رهبه ولا لا طوله طوله هو كمهاجم طويل ما عندك كنترول على نفسه لاعبين ما شاء الله اي ما عندك كنترول على نفسه دائما ترى دائما استخدم في اداره الكويت يا ولد ليه قورت لا تسوي كذي من بدل ما لا شوف ابو يوسف هو لانه طويل ولاعبين اكثر ممكن ترى ما يقدر يستخدم يسيطر على نفسه يحمي جسمه بيده مثلا عرفت عشان كذا هو الكويتاويه تدافعون عن فرص ما ندافع عن الجمعه لا هو بعض الاحيان قصيرته ولعيب وبعض الاحيان شو تبي نسوي افضل محترف مر على تاريخ لا لا يعني الامانه طيب نعم منو افضل محترف مر على وايد محترفين افضل محترف افضل بالنسبه لي انا يعني افضل ماكينج عندي ماكينج طيب لان اعتقد في تصريح حق عادل عقله قال هو افضل لاعب في تاريخ الكويت والله شوف بخالد رايه واحترمه لكن رايه فيها قال لك تاريخ الكويت قصدك مسعود ولا نادي تاريخ نادي الكويت لا لا في وايد محترفين ممتازين وعندي انا افضل من جمعه يعني افضل زين منو افضل لاعب في تاريخ نادي الكويت انا طيب ابى اروح حق فاصل بس قبل الفاصل يعني في امر حصل انا ما ادري ابى اخذ هم راي الاخوان في هذه النقطه بعد الفاصل لكن هي مناشده الاخوان انا ما ادري عندنا لجنه انضباط بالكويت باتحاد الكره ولا ما في اللي عارف انه فيه بس ولا مره شفت اصدروا قرار صراحه يعني هل هم متخذين او متبعين هالاسلوب انه والله مخفي القرارات تكون مخفيه فقط يراسون فيها الانديه لأن في هوشة قاعد تصير في المراحل السنية يمكن هوشتين أو ثلاث ما سمعنا يعني ما قرينا أن في قرار اتخذ من لجنة الانضباط الآن في على مستوى الفريق الأول ما بيتكلم أرجع قبل لكن هذه الجولة لقطة علي العيسى مع حارس علي العيسى مع تيتي أعطاه كرت أحمر وطق الحارس هل يكتفون بالكرت الأحمر هل يعني ما في عقوبات انا ماني عارف صراحه الاخوان اللي جت عقوبات اقول شيء طق اللاعب ولا مسعود اللاعب المدافع كابتن علي ممكن يصلح لي نستغل وجوده يعني طبعا علي العيسى هو لاعبنا ترى لاعب القادسيه ولعب معنا مباراه سنيه ولعب فتره بسيطه الفريق الاول بعد من الحراس ممتازين وهذا الخطا ترى صار مع نهايه المباراه صحيح بس انا هذه وجهه نظري ممكن اكون غلطان بس اعتقد انها تكون صحيحه والكابتن يصلح لي لو طاق اللاعب الحادثه هذه صارت ولاعب الساحل كان داخل ملعب ضربة جزاء تعتبر نعم الحين القانون الجديد اللي تعدل اللاعب اللي يكون برا احتياط قاعد يسخن مثلا ورا الملعب لا لا مو برا هو لا هو كان لا هو لاعب داخل لا حتى بس الخطا صار برا ابو سعود الخطا صار برا الخطا صار برا لو كان اللاعب داخل الملعب ضربة جزاء تعتبر حتى لو كان بديل قاعد يسخن بديل ولمس الكره داخل منطقه الجزاء ركله حره مباشره بلنتي داخل منطقه الجزاء برا مع لا 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 هو شو اللي صار في المباراه ما ادري اللقطه يمكن مو جاهزه اخر شيء صار راح الحارس دز اللاعب ليس لعب قام الحكم وطرد الحارس اي بس اللقطه احنا اللي بنوصل هو يقصد انه لو هذه اللقطه صايره داخل كان حسبها ركله جزاء ركله جزاء ابو سعود اي يعني علي المفروض مع ان اللعب واقف اللعب واقف لا اللعب واقف لا ما تحسب شيء ابو سعود اللعب واقف اثناء اللعب تصير ركله جزاء وين صار الحدث اكيد لا لا اللعب ما كان واقف اللعب ما كان واقف لا لا لان الكره كانت بيد علي العيسى شاتها علي اي طلعها يعني وقف اللعب
طلعها برا بعدين طق اللاعب واللاعب بعد كان برا الملعب ترى. يعني انا اقصد لو طاق اللاعب وهو داخل الملعب لا اثناء ايقاف اللعب صار اي حدث اللعب واقف الكره ما استنفت تتخذ قرارك طرد ما طرد اي بس هو طقه وين الكره واقفه تستنف اوت فاول الكره وين واقف. اما الكره اثناء اللعب صار الحدث لان تتخذ اللي قام بالحدث اذا كان المدافع او المهاجم كرت احمر كرت اصفر وركله حره تصير مباشره. اللعب واقف لا اللعب واقف الكره ما استنفت. هذا حدثت مره بس ما والله لو تصلح لي بسعود ما انا عارف القديم مو بدوري كويس كله وهو بدوري ان يكون عربي او دوري اوروبي الكره كانت بيد الجول شيء باثناء اللعب تصير باثناء اللعب كره بيد الجول شيء وهذاك المهاجم ضايجه قام الجول شيء وطق اللاعب صفر الحكم ركله جزاء وعطاها اي فالحراس لازم صراحه ينتبهون من الاخطاء هذه يعني صحيح. ممكن يخسر فريقه بخطا لا انا اللي كنت بقصده ان اليوم يعني لجنه الانضباط اليوم الحكام اوكي ما امنا بالله ان والله احتراما للحكم واحترام ما يعلنون عن العقوبات اللي تصدر في حق الحكم. لكن اليوم انت تبتردع يا اخوي نواف الهزاع صبحك الله بالخير. اليوم انت شلون تردع اللاعب شلون تردع المراحل السنيه انه والله ترى في عقوبات ترى في غرامه في ايقاف اذا ما تعلن عن العقوبات ما ادري ترى فتره ما سمعنا في استدعاء او فيها ما سمعنا فترة هم صارت مع موضوع اعتقد كابتن ماهر الشمري مع ايضا قاعد نشوف في مشاكل في امور قاعد تصير مو قاعد نشوف في استدعاء حق عزوز حتى في يعني طول ما ان في عيد وطني و... لا ما انت عاقب بس عاقب عاقب المبدا هذا هو اللي ترى بعدين سامح طيب اشوف اللقطه اللي تكلمنا فيها عن العيسى شوف الكره شوف اللي هي اعتقد شاتها برا شوف الحين عشان يوقف اللعب ايوه شات الكره طلعت برا صفر حكم هني بعدين صار الحدث اي بعدين صار الحدث الحين وحط الكره طلعت الحين تشوفها اللاعب شات العيسى طرده لا على العيسى شات الكره شوف الحين شات الكره لا بس اللاعب المهاجم شنو سوى حق لا شوف الحين شوف حاش راسه شوف يمكن عوره والله برا اي عوره طقه بس لو كان داخل هم لو داخل ما فيها ما تنحسب لان الكره طلعت خلاص هنا اثناء اللعب اي حدث يصير بسعود وين صار الحدث اللي وين صفرت تاخذ القرار الاداره الفني والاداره باللاعب تستنى الكره ركله حره علي كان متعمد انه يطلعها برا عشان هو كان يبي يشوت فيها اللاعب بس زين ما حاشه اللاعب راحت انت فاهم قصدي لو مع ان اللاعب برا لو شايت اللاعب هايشه ركله جزاء تصير بس ترى وبس مسك الكره ترى صفر للحكم ساعد صفر على طول خلاص انتهى اللعب كذي بسعود دام ما دام صفر صار الحدث اثناء كرت احمر معناته صار بعد المباراه حتى لو انا قاعد اشوف خلصت المباراه قاعد امشي بالممر بدي اشرف داخل الممر ما حد قاعد يشوفني صار حدث انت قلت لي مثلا غلطت علي ولا شيء على طول قرار اداري يعطيك طيب. كرت احمر ولا اصفر واكتفيك تقرير صارت وياك نفس الحاله لا لا بس الحمد لله هل عيسى يعني نفس هذه الحاله يعني هل ما ادري هل ما تحتاج الى هل المراقب ما كتب هل ما ادري عموما نروح لفاصل وبعدها سلام اسف مخرجنا ادري وهقتك نروح حق فاصل وبعدها ان شاء الله سنعود يمكن قاعد نحاول الاتصال باخونا ايضا المدرب كابتن ماهر الشمري حاب يوضح الموضوع اللي حصل والخلاف اللي حصل بينه وبين الدكتور محمد المشعان وايضا محمد سعد العجمي بعد الفاصل. حياكم الله ويانا وصبحكم الله بالخير. قول تصور على خير نام صبحكم الله بالخير. اخونا عبد المحسن الزامل متطرق الى موضوع ان شاء الله نحاول نناقشه. يقول في حدث في الجوله السابقه اصابه فيصل العنزي في الركبه بسبب سوء الارضيات الله يشافيه. اول ما دش بالله صح نعم فيصل العنزي لاعب السابق يقول هالموسم اصابات الركبه المتكرره مشار العازمي محمد الهدود عبد الله الظفيري الى متى عدم الاهتمام في ارضيات الملاعب؟ والله مسعود تكلمنا فيها ما ايش اقول لك شفت كل حلقه نتكلم شفت تصريح عضونا وممثلنا في مجلس الامه ما ايش قايل لك والله ما ايش اقول لك اقول مثله يعني اصابات في الملاعب افضل من لا ملاعب نصير نفس اخونا عودة الرويعي بعد شو نسوي نقول مثله هذا ممثل الامه اللي المفترض انه يدافع عن 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 فساد الرياضه هذه الارضيات من فساد الرياضه شو نسوي الله يسامحه بس الله يسامحه عموما
بنروح حق نوه ايضا دعوه للجميع ان شاء الله يوم الخميس مباراه منتخبنا، دعواتكم ان شاء الله الازرق، مباراه مهمه مع الصين تايبي في استاد نادي الكويت، 3 نقاط مهمه نحتاجها ان شاء الله، ان شاء الله الازرق قدها وقدود. يمكن ابو علي توجه رساله للاعبين. والله نوجه لهم رساله امانه، نقول لكم يمكن الفريق يمكن فعلا يمكن لا مو يعني مستوى باقي فرق المجموعه مثل استراليا والاردن، لكن اقول لا تستهينون الفريق، 3 نقط مهمين 3 نقط مهمين مع نتيجه، طبعا احنا ما نبي نقول بعد نتيجه زين، لكن يعني حسبوا حساب ان تكونون جديين بالملعب وتركزون اكثر، لان في يمكن بعدين نحتاج الاهداف نحتاج لشيء، فهذا شيء مهم. راح اتطرق اكثر ايضا المنتخب وتشكيله القائمه المنتخب، لكن معنا على الطرف الاخر من الهاتف الاخ العزيز مدرب فريق برقان كابتن ماهر الشمري. كان في عتب عليه يمكن بعض الاخوان هنا، اخونا نواف الخالدي، ايضا يمكن اخوي صالح الجنفاوي، على ما حصل في مباراه الجهره وبرقان، سواء النقاش اللي تم بينه وبين الدكتور محمد المشعان، او ايضا النقاش اللي تم بينه وبين محمد سعد لاعب الجهره. كابتن ماهر يعني ما ادري شنو ردك وتوضيحك حول هذا الموضوع وهذه الحادثه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. حياك الله ابو حمد. يعطيكم العافيه وسلم على الاخوان الموجودين. والله ما سمعت اخوي كرم ابو علي سولف. نعم. ما ادري بالموجودين. محمد كرم، شاري جاسم، فرج لهيب، وكابتن حكم علي طالب. والله ونعم فيهم كلهم وسلم عليهم، وتاكدت مشاركه الاخوان دول مجلس التعاون كلهم ان شاء الله. ان شاء الله. بارك لكم ان شاء الله. ان شاء الله. عشان ما اخذ موضوع اطول عليكم، حبيت بس اوضح اللي صار ذاك اليوم. أن ما صار في مشاد أو شتم أو كلام بذيء مني أنا نهائيا، والله لو كان في شيء مثل هذا طبعا الحكم ما كان راح يخليني تحت، وكان راح يطردني أو يتخذ قرار أو شيء. الموضوع كان في يمكن عتب شديد اللهجة مني أنا حق أخوي محمد المشعان، والسبب اللي راح أذكره الحين أنا، ويمكن في ذاك اليوم الناس تكلموا، الأخ نواف الخالدي وما أدري منه حتى في القنوات الثانية. نواف على فكرة بعث لي واسف على ابو حمد وكذا، اخ نواف يمكن ما كان يدري، بس اتمنى انه واحد يروح البرنامج وما يكون على بين الحدث، انه ما يتداخل في الكلام وما يدري شو اللي صاير، يعني ابغى اطلع عن كذا. وهذا يعني على اي واحد من الاخوان المحللين تطرح مشكله قدامه يسمع من الطرفين افضل يعني. نعم. اللي صار يا ابو سعود ولا يخونون الاخوان اللي عندك ولا يخونون اخوي ابو علي والاخوان الموجودين عندك، احنا الدور الاول طال عمرك تعرفون انت نادي برقان ما عندهم ملعب تقام عليه المباريات عدل. نعم. الاتحاد دائما هو اللي يحدد لنا ملعب نلعب عليه، اذا ما نقول الاخوان مشكورين الاخ جابر الزنكي ابو علي والاخوان من الاداره في نادي الشباب. قيمه مباراتنا على ملعب نادي تضامن. حلو. انا طبعا في فارق كبير في السن ما بيني وبين اخوي محمد المشعان. نعم. وياي؟ نعم. قسما بالله العظيم يا جماعه، قبل لا تبدأ المباراة، أول مباراة أنا تقريبا لي من فترة طويلة صار لي 2 برا الكويت، وهو أول مباراة نتواجه مع بعض، فحبيت إن أنا أروح له، خصوصا إنه أول مباراة يمكن كان الجهرة خسرانين أو متعادلين، والله ماني متذكر، يعني رحت له أنا ليه الاحتياط عندهم وياي. نعم. سلمت عليه وباركت له في المهمة الجديدة، وقلت له إن شاء الله الله يوفقك وتستاهل الخير، وفرصة للإخوان من أهل الجهرة إن شاء الله إن تكون يعني فرصة لك تبرز نفسك وكذا من الكلام الطيب هذا، وقلت له سلم على الوالد والإخوان في نهاية حديثي وياه. نعم. خسرنا المباراة الأولى. يدري أخوي مشاري ويا أخوي فرج والأخوان الموجودين عندك وعلي طبعاً مدرب سابق، يعرف دائماً احنا أنا لما لحقت على أخوي كرام ولا صالح العصفور الأخوان الكبار المدربين السابقين كريم سلمان الله يرحمه أو الأخوان الموجودين فوزي، يعني كنت أنا بادر إن أروح لهم دائماً. نعم. خصوصاً إن احنا نكون خسرانين أو متعادلين أو غالبين دائماً أنت أصغر بالسن تروح. توقعت بعد المباراة الأولى اللي خسرنا فيها، هذا الحكي كان من شهر تقريباً في الدور الأول. إلا الأخ يجيني بعد المباراة هار لك يا أبو حمد شيء، والله العظيم ما ياني ولا يا تكلم معي ولا شيء، أنا التمس له العذر. هذا ذاك اليوم الضيف أخوكم السعودي اللي كان موجود الجلعودي أعتقد. نعم. والله ما أعرفه بالحلال هذا. نعم. قال أنت لازم تلتمس حق زميلك العذر، صح ولا لا؟ صحيح. والله العظيم يا جماعة ما تضايقت ولا زعلت، يمكن الرجل قلت بعد المباراة عنده اجتماع مع فريقه ولا رئيس النادي موجود ولا عنده مقابلة، إن شاء الله يكلمني بالليل إنه يعني يقول لي هار لك وما هار لك من الكلام الطيب هذا. ما تم الكلام هذا لغايه مباراتنا وياهم تصور من شهر
اول من يومين مباراه اليوم في ملعب الجاره. نعم معاي ان شاء الله تكون صوتي واضح. واضح واضح. زين جينا في المباراه احنا سخنوا الفريقين يدري اخوي ابو علي طبعا دائما اللاعبين يسخنون تواقف برا مدرب تشيك على لاعبينك تقول لهم معلومات الاخيره قبل ان تبدا المباراه. في الطرف الثاني ما بيني وبينك 15 اقل من 20 متر اخوي محمد المشعل واقف مع فريقه وياي. نعم. انا قلت يمكن الحين يصلون احنا ضيوف عندهم ملعبهم خصوصا ان انا اخوه اكبر منه وبادرت المباراه الاولى ان انا رحت له وباركت له المهمه وكذي قلت يمكن يسلم علي. طالع لي ما سلم صراحه انا استغربت ولكن بنفس الوقت ما عتبت يعني سكت قلت يمكن الرياض مو منتبه او انه باله مع فريقه او شيء مثل ما قلت مثل عذر طرفت الموضوع عادي ما همني المشكله يعني مو ما هي مشكله كبيره يعني. نعم اتفاجئ في نهايه المباراه تقريبا العشر دقائق الاخيره احنا مغيرين طبعا ثلاث لاعبين وصيب عندنا لاعب قسما بالله العظيم انا ما اعلم من كابتن محمد مشعان موقوف في المباراه هذه اذا كان على البنش موجود ولا فوق لان انا مركز مع فريقي ما عندي الموضوع يعني. سمعت بعد ما اصيب لاعبنا احد من فوق يتكلم باللغه الانجليزيه حق محترف ان العب وما ادري شنو صيحه شو السالفه من له هذا اللي قاعد يتكلم الا الاخ محمد مشعان هو اللي قاعد صوته عالي بارز في الملعب يعني. تفاجأت انا صراحه يعني انا الحين قمت كلمته بعتب كبير صراحه قلت له ان انت ما تسلم قبل المباراه ما تسلم بعد المباراه هارد لك قبل المباراة الماضية وأنا بادرت يجيك وأنت ضيوف عندنا مع أن ملعب تضامن ملعب يحايد يعتبر هذا كل الأمر ما عندي مشكلة فيه ولكن أحنا أخوي أبو علي يدري مدرب والإخوان الموجودين أهم ما عندنا إحنا والحكام الإداريين سلامة اللاعبين بعدين أنا فريق خسران يعقل أن أضيع الوقت وأنا خسران يعني معقولة يعني ما في منطق صراحة وبعدين هو لو سكت خلى اللاعب المحترف اللي معاه الكرة وهو يتصرف يطلعها ما يدون لقطة ترى اللاعب قاعد يشوفه احنا اول ما طاح لعبه شوف المحترف وقف صح عدل نعم ما راح يكمل اللاعب الا لما حد يعطيه عاز انه يكمل صح نعم وياي من ويا اللي صار انه تفاجأت صراحه قمت وعتبت عليه بصوت عالي وبصوت يعني مسموع ان الشيء هذا مرفوض منك نهائيا انت تسلم ما تسلم يعني او انك تقول هارد لك ما تقول هارد لك هذا كل الامر ما عندي مشكله فيه بس سلامه اللاعبين ما تليق فيك انت كمدرب تسوي كذي يعني مو صحيح خصوصا ان انت مدرب اول سنه تبدي وذيك المره انا سمعت انه متكلم على الاخوان المحللين في عندكم برنامج ثاني انا يعني انصح مثلا ما تكون بدايه شيء يعني بصراحه طيب ما ادري انا لما عرض اللقطه لا لا هو شوف امانه ترى ما تكلم على المحللين هو قال ما اتمنى من المحلل اي يحلل المباراه وهو مو شايفها يعني يعني نفس الكلام اللي انا قلته نفس الكلام اللي انت قلته اي وهذا كان قصده إنه ما يصير محللية بيحلل مثلا الجهرة وبرقان ومو حاضر المباراة ويقول والله برقان أحسن من الجهرة أو الجهرة أحسن من البرقان هذا كان رأي طيب زين أوكي نقطة محمد سعد أختم لك الكلام أختم لك الكلام وياك حق أبو محمد ما عندي وقت والله أبو حمد عشان لا دقيقة بس أنا صبر. أول شيء أشكر أخوي محمد لأنه هو صار اتصال بينه وبين أخوي عزيز حمادة وإن شاء الله اليوم اللي جايين راح على ما يرجع من السفر بس إن شاء الله يرجع بالسلامة الموضوع منتهي بالنسبة لي لقطت اخوي محمد سعد ترى على فكره محمد سعد اخوي خلف سو جوني بعد المباراه وسلمت عليه ووضحت له انا اللي صار وهو الاخ اللايمن مشكوره قال لك انا ابو حمد ترى ما تكلم عليك اول شيء انا ما تكلمت عن اللاعب اللي سوى فاول لاعبي المفروض ياخذ انذار وينطرد وهو هداف الفريق انا اقول لك بصراحه الكره كانت فاول حق محمد وياي انا كلمت لاعبي انه يبتعد عن اللاعب ثاني فريق ثاني انه ما تصير مشكله انا ما كلمت محمد والله نعم بعدها محمد قال لا والله ابو محمد انا سمعتك غلط الظاهر وما في اي شيء محمد اخوي وجيت قعدت معاه بعد المباراه مشكور اخوي خلف السو يعني بعد المباراه وضحت له الامر ولا في شيء انا منتهي لكن اشوف اليومين اللي طافوا انا ما حبيت اتداخل وايد صراحه ولا حبيت افتح الموضوع نعم وعلى فكره ترى الكابتن اللي قالوا انه تكلم اخواني في الجهاز الفني سواء مهدي الحرب والثاني قسم بالله العظيم هذا الكلام ما هو صحيح اقسم لك قسم انا ما هو صحيح نهائيا يعني ولا حتكلم انا اللي كنت اتكلم لان انا لما اتكلم ربي اعرف انا شلون الوضع في البنش يكون عندي انا اقدر اسيطر على الناس اللي يشتغلون وياي يعني. طيب عرفت فحبيت اوضح الشيء هذا مشكور يا تفضل والاخ نواف مقبول اسفك لو دقيت لي او بعث لي واتساب مشكور ولكن اتمنى انه يعني لما تتضح الامور عندك بعدين تبدي رايك فيها يعني ما تصير عجل شوي يعني هذا اللي اتمنى عليه مشكور يا كابتن ماهر انك وضحت وتاكد ان احنا دائما نحرص ان نسمع الاراء كلها ونعطي المجال للاراء كلها والمجال مفتوح ايضا لاخونا الدكتور محمد المشعان اذا حاب يرد او يوضح ويعقب على كلام
الكابتن ماهر الشمري، المجال له مفتوح. مسعود تفضل. شوف يمكن ابو حمد يمكن اعرف انا لاعب وايضا اشرف عليه بالتدريب، احنا عارفين ابو حمد يعني، واحنا بعدين ترى مو بالكالتشي ابو سعود، احنا بدوري كويتي يعني، اي احد اشوف ابو علي اسلم عليه، ابو علي مرات مدرب لو يشوفني انا بيسلم علي، كابتن علي طالب حكم اروح اسولف فيه ابو سعود يعني. هذه الدوري الكويتي مو بالكالتشي احنا ولا بالليغا ابو سعود، اللي ما اكلم المدرب الا عقب المباراه ما له داعي هالامور هذه. ف الكل عارف اخلاق ابو حمد، عدال عيب والله اي والله كل وقالها ابو حمد، قال انا رحت للمباراه الاولى وسلمت وكونك انت اول مره، وثاني مره تفاجئ ابو سعود انه ما سلم عليه مهما كان يعني، مهما كان يعني ابو حمد اكبر يعني. نعم هذا متعارف عليه. رايك في قرار الحكم في هالحالتين كابتن علي؟ ترى هو ما اعطى اي قرار اداري، لا كابتن مار لا محمد سعد ولا سعود. احب اوضح شيء واحد بس. تفضل. المشكلة صارت كلها على اساس لاعب مصاب طايح. نعم. ليش اللاعب ما طلع الكرة؟ يا جماعة بالقانون كرة القدم ما في شيء اسمه طلع الكرة اللاعب مصاب. الحكم مسؤول سلامة كامل عن سلامة اللاعبين. إصابة عادية أو احتكاك عادي، إذا إصابة مو بالرأس أو إصابة مبالغ فيها طايح اللاعب، أنا كحكم مش ما في أنت تجبرني أطلع الكرة. أنا مو تجبرني أطلع الكرة، قانونيا ما في شيء اسمه طلع الكرة. هذه شغله اخلاقيه تصير بين بعض حبيه. ما طلعت كره ببني هجمه هو عرف عندنا لاعب طاح ما يصير. بس اللي نرفز ابو حمد الكلام اللي كان محمد كلامه مو عن القانون. انا ادري ان لاعب طايح وانه قال حق المحترف بالانجليزي كمل. لا واللاعب ترى محترف بغى يطلع، لا بيطلع الكره سبحان الله. انت تقول لا طلع يعني هذا شويه. فاقول ان قانونيا ما يصير. وبعدين سالفه الاحتكاكات اللي صارت هذه يعني، الحكم صوب المساعد بعدين صوب النص بعدين راح حق الحكم بعدين يعني الحكم بعدين اتخذ فيهم قرارات، عطى انذار كان قراراته صحيحه وسليمه. ترى حتى الدكتور يعني حتى شغله يعني احترافي يعني، حتى محترفين برا ترى صارت نفس حالات هاي، ترى طلعهم كره برا يعني عادي يعني. ما راح يقول حق اللاعب لا تطلعها، لا هي طلعها برا. حصل فريق مغلوب يكون بعد فريق مغلوب. نعم صحيح. ويطلع الكره مع انه عرف ما فيها شيء حتى خارجيا ما في قانون، لكن هو ناحيه اخلاقيه. لكن مش قاعد اقول لك انا خويا كذي تصير. بس انت ما تجبرني او تزعل علي او تكلمني او شيء. ما في قانون يقول لك ما في طلع الكره. هو الحكم اذا شاف الاصابه وهني الحكم صفر. كنت اتمنى من الحكم انه ما يصفر يوقف اللعب. ما كانت اصابه خطره بالراس ولا بشيء، صفر وقف اللعب. هني صار احتكاك زياده او صارت الكلام زي كمل اللعب. دام الكره ما طلعت من اول مره خلاص كملها. انا اوصي الحكام اخوان الحكام، دام اللعب ماشي خلاص اللاعب يبي يطلع كره طيب ما يطلعها. اذا انت شايف اللاعب اصابه قويه انت هني سيد الموقف، تصفر توقف اللعب، تطلب تستدعي على طول الطاقم الطبي يدش حق اللاعب. اذا احتكاك عادي خلاص خلي اللعب يمشي. يبي يطلع الكره مشكور ما قصر، ما يبي يطلع الكره ما تجبره. ومو من حق اي مدير فني او اداري او لاعب يقوم عند الخط يحاكي اللاعب او الحكم. هني انت كحكم تكون حازم بهالقرار، تقعد اللاعب او الاداري وتعطيه تنبيه او انذار شفهي او اداري. بس طيب هذا هو. نختم حلقتنا بتقرير الاجمل والافضل وهارلك وجود لك. العاده دائما بعد نهايه كل جوله نختارها في برنامج الديربي، نشوف مع بعض وناخذ راي الاخوان ايضا حول ناخذ رايهم حول هذا التقرير. استحق يوسف ناصر أن يكون ضمن قائمة الأفضل هذا الأسبوع رغم الفرص الضائعة. أحمد الظفيري كان من نجوم مباراة القادسية والسالمية، واصل شبيب الخالدي إبداعه هذا الأسبوع، استحق من خلالها أن ينال ثقة مدرب المنتخب ثامر عناد. أحمد عادي كان غير عادي في مواجهة فريقه أمام القادسية. حسين كنكوني أنقذ فريقه من هدف بالدقائق الأخيرة من تسديدة المشعان. سليمان ميرزا حافظ على شباكه نظيفة رغم النقص العددي لفريقه. سيد ضياء ارتقى لعرضية تيسير وسجل هدفا جميلا للنصر. بهذا الهدف إبراهيم يدخل ضمن قائمة أجمل الأهداف الشحيحة هذا الأسبوع. عمار البلوشي لم يكن موفقا في مواجهة الكويت، وكذلك أثار خلافا مع المشاغب جمعة سعيد
لكن فقرة هارد لك لهذا الأسبوع تذهب إلى حارس اليرموك علي العيسى. فقرة جودلك استحقها بجدارة الحكم السعودي تركي الخضير الذي أدار قمة القادسية والسالمية بامتياز مع طاقمه التحكيمي. حزب الخاطر لما نختار الأفضل حكم يعني غير كويتي يزعلنا هالشيء، لكن يستاهل تركي الخضير حكم سعودي. تعليقك أبو علي ناحية التقرير بشكل عام، أفضل لاعب تأيد شبيب أحمد الظفيري ويعني هو هذا، وبعدين شبيب الخالدي يعني ترى أحمد أفضل في الجولة نعم في الجولة هم كلاعب طبعا شبيب لاعب كبير نعم إن شاء الله، لكن أحمد الظفيري أنا أعتقد في الجولة كان هو نجم الجسم. شاري عندك تعليق على والله واحدة من الفقرات؟ أنا أروح مع شبيب الخالدي كونه لاعب توه صاعد ونوع من الدعم صراحة نشجع أنه. في أحد ودك تقول له هارلك غير علي العيسى؟ إحنا اخترنا علي العيسى. لا والله هارلك كبير حق علي يعني. هارلك كبير. بلهيم عندي بعد شبيب. مش هلعب كل يقولك خوش قلمه. إيه كاتير بيه. أنا أقول شبيب الخالدي يمكن فترة طويلة كان غايب ومتأملين منه نادي كاظمة بعد انتقاله من الساحل لكاظمة. اليوم اثبت اول الاسبوع هذا اثبت ان المهاجمين ممتازين، سجل هاتريك وقدر انه يفوز فريقه. وميرزا اعتقد حارس نادي الشباب قبل المباراه كان رزق الهاتريك الجوله اللي قبل هذه اي نعم بعد الهاتريك سجل نعم نعم. وبالنسبه حق ميرزا علي ميرزا اعتقد المباراه اللي طافت مع النصر سليمان سوري مباراته مع النصر يمكن هو سبب الاهداف اللي سجلت عليه، شفناه المباراه اللي طافت متالق واقول له قلت لك كابتن علي عندك احد من الحكام ودك تقول له جود لك غير تركي الخضير؟ احنا اخترنا تركي. والله اتمنى من اخواني الحكام كلهم التوفيق في هالجوله. انا اقصد والله الجوله اعتقد اللي كان بارز فيهم اخطاء او كان فادته سعد الفضل كان نعم هو الاخطاء كانت طيب. قليله والفار كان صحيح عنده نعم. اخونا خلف العنزي يقول سلم على ضيفك المحترم الحكم علي طالب، شخص قمه في الاخلاق ورغم الظلم اللي تعرض له من لجنه الحكام لانه لا يزال متعاون جدا مع الجميع خاصه معانا في المراحل السنيه ويقدم نصائحه وما يرد أي أحد يحتاج أي شيء بمجال التحكيم وتطوير حكام مرحلة البراعم الصغار. تستاهل الإشادة طبعا. هذه دعوة لمشاهدينا أن يتابعون برنامج الأوسكار مع أخونا خلف العنزي كل ثلاثة تخصص في المراحل السنية. كابتن مشاري عندك تعليق على قائمة الأزرق؟ والله لمو على القائمة أنا إن شاء الله كل الدعم حق القائمة وحق كابتن ثامر، لكن أنا عندي تعليق سريع على أشوف ما اعتب على الجمهور، انا العتب على بعض العمالين الكبار الامانه يعني نعم. اشوف انا الامانه وايد تساهل بموضوع اختيار المنتخب، ترى يا جماعه والكبات الكبار يعني مو كل لاعب بدع جوله او جولتين نيجي نقول صح. لازم يختار المنتخب، انا ما استنقص نعم. يعني خصوصا مثلا عشان لا يروح الظن بعيد شبيب مثلا ولد ما شاء الله قدامه مستقبل نعم. لكن انا اتكلم بشكل عام يعني اتمنى انه يكون الاختيار مبني على مبدا يعني وانه يعطون اللاعب فرصه انه يتالق ثلاث اربع يعني يكون عنده استمراريه ومو موضوع يا جماعه هذا منتخب الكويت لا سيفين الزرقاء مو موضوع اي يعني الموضوع مو لهالدرجه بالبساطه في اسم يعني انت لا ما عندي اسم اتكلم بشكل عام يعني لهالدرجه ابو سعود صار عندنا قعد كروي صراحه يعني اي لاعب يبرز او يسجل هدف تلقى اعلاميين كبار لازم ياخذون المنتخب لا مو صحيح تبي صدق ابو يوسف صارت وصولك حق الفينال الزرقاء صارت سهله جدا قبل ابو سعود جدا لا ما نبي نقول لك اسماء بنوضح يعني انت اليوم في انا ابو سعود ما يصير انا مثلا العب الحين اقول جول على القادسيه باكر من ضمن منتخب مو صحيح ما تصير لازم اتعب عشان يعني مثلا اي احد مو قاعد بشكل عام صار وصول المنتخب سهل ما صار صعب قبل كنا نتعب حتى لو كنت متألق ثلاثة أسابيع ما وصل المنتخب ما توصل ما في اسم لا احنا قاعد لا ما قلت في اسم مسعود قاعد نقول لك لا يكون يعني لا تصير شيء لا لما تقول هالشيء انت ومشاري في مثال يعني في مثل تقولونه عشان في ربع كذا قاعد نشوفه المثل اللي قلت لك اياه ابو سعود العتب على بعض العمالين مخضرمين مو فاهم والله فاهمك مثلا تبي لاعب على لاعب بعطيك اسم مثال يعني متالق ما شاء الله عليه ونتمنى له مستقبل مثلا شبيب الخالدي
يعني ما يستاهل ما اقولك ما يستاهل يا ابو سعود، لا تقول لك كلام ما نصبر عليه شويه، نصبر عليه ولا تصبر عليه مو كذي، نصبر عليه هذا لاعب يتالق مثلا مباراه مباراتين يتالق لا حل احنا شوف لما يقول لك بشكل عام احنا قاعد نقول بشكل عام انت يعني بنذكر اسامي بس هو خاطر اذكر على الدراسه مو والله ان انا والله فلان قال لي يعني لا يكون اختيارنا لا يكون عاطفي زياده ابو سعود اختيارنا والله هذا منتخب قالوا ان براضي الاعلام وبراضي هذا لا لا الاعلام يعني اختلافي مع ابو لهيب اختلف وياه يعني احنا عندنا عقم هجومي وعندنا نقص هجومي هذا اللي قلت لك انا يا ابو سعود عندنا قحط كروي ايه احنا عندنا نقص لما يبرز عندنا كل لاعب يبدع في عالم المنتخب مو قاعد يعني اليوم مو قاعد نقص من اللاعب بالعكس لاعب زين ويستاهل المنتخب بديل ليوسف ناصر ما في احد سعود بسعود اللاعب الحين منضم منتخب ما نبي نتكلم وايد عن 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 الامر هذا قاعد اقول لك اعطيتك مثال لاعب صغير لاعب متالق خل اللاعب الثاني يعني يوصل الفينة الزرقاء بصعوبة طيب. مو بسهولة بسهولة لا يصير الموضوع سهل يعني مجانب ثاني بسعود بس. ثواني فضل. يعني سلطان صلبوخ صار له فترة سنين تألق سنين تهوى مسكين يأخذ المنتخب نعم. يعني في يعني لا ما انا ما ادري ما انت عارف يعني بيعتزل انت عارف اي والله ما تو يروح يعرض ما تو تو ينضم باذن الله بشكل عام ان شاء الله هاي عايز يعرض وطالع ثابر شكرا لك كابتن محمد كرم شكرا لك كابتن مشاري ياسم شكرا لك كابتن مره جاي شكرا لك كابتن علي طالب بس عفوا قبل لا تختم لا احد يفهمنا غلط وبالعكس شبيب وغيره وغيره يستاهلوا المنتخب بس احنا قاعد نقول نعطيه فرصه والله شبيب يعني شبيب يستاهل نعم باذن الله الكل يستاهلون ان شاء الله طيب وصلنا ختام شكرا لرعاتنا وداعمينا شركه الكويت ريد مطعم التسيمو مطعم سيامي اسطى ديرندير معرض روميرو سبورت وكلاجي فوزيوس في الكويت بن العميد طياب المرشود ليمون لايم شركه التون جرافيكس نلقاكم باكر مع السلامه